بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد ثاني مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، في هذا اليوم ليلة الجمعة العاشر من شهر ربيع الأول سنة 44,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المجلس الثاني هو أول مجالس قراءتنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى في الكتاب، إذ تقدم في المجلس الأول تعريف بالكتاب وبمؤلفه رحمه الله تعالى، وتقدم أيضاً أن الإمام ابن القيم رحمه الله أحد أعلام أمة الإسلام وأئمتها الكبار، ممن رزق توفيقاً وسداداً وقبولاً وانتشاراً لعلمه رحمه الله تعالى. وهو القائل رحمه الله في كتابه الآخر جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: لو صلى العبد على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد أنفاسه لم يكن موفيا لحقه صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتينا في هذا الكتاب القيم زاد المعاد مزيد من التفصيل لهذه المعاني الجليلة العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتدارس هديه وسنته وسيرته إنما نرجو السلوك على سنته والثبات على هديه عليه الصلاة والسلام. صلى عليك إله أنت صفوته، ما طيبت بلذيذ الذكر أفواه، وعم بالروح والريحان صحبته، وجادهم من نمير العفو أصفاه. فاللهم صل وسلم وبارك عليه، واجعل لنا من هذه المجالس سلما للتمسك بسنته والاهتداء بهديه بما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. وهذا أوان الشروع في المقصود وقراءة الكتاب، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح، والله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. وبعد، قال المصنف الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه المعروف بزاد المعاد: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عومل أثاب. والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته،
ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان من تسبح له السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرض وسكانها، والبحار وحيتانها، والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكام والرمال، وكل رطب ويابس، وكل حي وميت تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. مقدمة استفتح بها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، وهي مقدمة كما سمعتم فخمة حافلة بمعاني الإجلال والتعظيم لربنا الكبير المتعال جل في علاه. وهكذا هم أهل العلم، قدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم من عظم الله ومن عرف العباد عظمة الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا وسلم. كان له عليه الصلاة والسلام شأن عظيم في مقام التعظيم لربه العظيم سبحانه، ودل العباد كيف يكونون أعظم العباد منزلة كلما كانوا أكثر لله تعظيما وإخباتا وإجلالا، وكانوا بين يديه جل جلاله أشد انكسارا وتضرعا وافتقارا. علمنا عليه الصلاة والسلام أن ذكر الله وامتلاء القلب بحمده وشكره والثناء عليه من أعظم مقامات العبودية. علمنا صلى الله عليه وسلم أن امتلاء القلب باليقين بأنه لا أعظم من الله في هذا الكون ولا أكبر من كبريائه سبحانه وتعالى هي من أجل مقامات العبد في طريقه إلى ربه سبحانه. وهكذا كانت حياته عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، إذا صلى وإذا دعا، بل إذا نام وإذا أكل وإذا شرب، وفي كل شؤون حياته كان يدل العباد كيف يعظمون الخالق سبحانه، وكيف يكون لهم في طريقهم إلى الله والدار الآخرة زاد عظيم ورصيد وفير يملؤون به حياتهم وسجل حسناتهم وسائر أحوالهم من هذه المعاني العظيمة. مقدمة حافلة تقطر فخامة بتعظيم الله، يثني على الله بما هو أهله، ويعدد من صفات الباري سبحانه وتعالى في الغنى والقيومية والعز والدوام، وما شهدت له الخلائق بالربوبية، وما أقرت له بالإلهية، وبما أودع سبحانه من عجيب الصنع وبديع الآيات. ثم يثني ذلك رحمه الله بالذكر الذي هو دلالة التعظيم. عبد الله، أمعظم أنت ربك سبحانه؟ إن كان نعم فلا بد وأن يظهر من أثر هذا التعظيم في ذكر الله على لسانك، وحلاوة ما تستصحبه من عجيب جمل السنن النبوية التي تعظم بها الله. فانظر كيف أتى بما ثبت في السنة من التسبيح والتحميد والتكبير لله عز وجل، وهو في ذلك يورد ما عظم به الأجر، ودلت السنة على ثقله في الميزان. قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وأورد الآية الكريمة: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ألا فأشهد وتشهدون بما شهدت به الأنبياء والرسل والملائكة الكرام عليهم السلام بأن ربنا سبحانه وتعالى واحد أحد، جل سبحانه عن الشبيه والنظير والمثيل، ولم يكن له كفوا أحد. أشهد وتشهدون شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته، أنه سبحانه وتعالى عظيم غاية العظمة، وأن ربنا كبير أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا الاستهلال بهذه المقدمات بما فيها من العظمة فيها
ترطيب للقلوب وتهيئة لها بالمقدم المطلوب من عظيم ما يقبل عليه المصنف رحمه الله من جزالة المعاني وجلالة الموضوع في حديثه عما يقدم له رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبها تقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام. وصدق رحمه الله، فإن للكلمة العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله من المعاني والفضائل والآثار في حياة العباد، فضلاً عما أعد لأصحابها الصادقين فيها المخلصين عليها القائمين بها حق القيام، ما أعد لهم من الفضل والأجر والذخر والثواب في الدنيا ويوم المعاد. وما أوجز المصنف رحمه الله من العبارات مستل ومستنطق من جملة من النصوص الشرعية، قال: عليها نصبت القبلة وأسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد. وفي الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث معاذ بن جبل لما قال عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: حقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وسائر ما أورد من الجمل ذات المعاني العظام إنما هي من مجموع ما دلت عليه النصوص الكثيرة والعظيمة جدا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي كلمة الإسلام التي تثبت بها أحكام الإسلام للعبد إذا تفوه بها. فإذا قال عبد: أشهد أن لا إله إلا الله، فقد دخل في الإسلام لأنها المفتاح. قال: وهي أيضا مفتاح دار السلام، فالجنة إنما يدخلها أهل التوحيد الذين علموا حقيقة معنى لا إله إلا الله، وهي الكلمة الطيبة العظيمة التي ضرب بها المثل في كتاب الله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعنها يسأل الأولون والآخرون، يعني عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلا تزول قدم العبد بين يدي الله تعالى حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ هذان السؤالان واردان في كتاب الله: ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين، وأيضا عما كانوا يعبدون، ورد في أكثر من آية في كتاب الله. وقول المصنف لا تزول قدم العبد حتى يسأل عن هاتين المسألتين، هذا من أثر لبعض السلف، أخرجه الإمام الطبري رحمه الله عن الإمام أبي العالية الرياحي رحمه الله، قال: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة، عما كانوا يعبدون وعما أجابوا المرسلين. فعما كانوا يعبدون هو شهادة أن لا إله إلا الله، وماذا أجبتم المرسلين هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد بين يدي الله تعالى حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. فأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده،
المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمةً للعالمين وإمامًا للمتقين، وحجةً على الخلائق أجمعين. أرسله على حين فترةٍ من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه، وسد دون جنته الطرق، فلم يفتح لأحدٍ إلا من طريقه، فشرح له صدره، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلى الله عليه وآله وسلم. جعل الله على العباد طاعته فرضاً مع التعزير والتوقير والمحبة والقيام بسائر الحقوق، وذلك معنى عظيم، هي جملة موجزة لعل بيانها جل ما تقدم معنا في الكتاب العظيم الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في بعض آيات القرآن الكريم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فالإيمان والتعزير والتوقير مما ذكر في هذه الآية، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، ومثل قوله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، في جملة مما تقدم من الحقوق. قال: فشرح الله صدره، ورفع ذكره، ووضع وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره عليه الصلاة والسلام. وقال في هذه الجملة العظيمة: سد دون جنته الطرق، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك يا كرام أنه لا يدخل عبد الجنة يوم القيامة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تعبد لله آناء الليل وأطراف النهار ما لم تكن عبادته على مقتضى ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا الفارق الكبير بين أهل الاتباع للسنة المتمسكين بها المتقفين لهدي النبوة الثابتين على الحق، وبين من زاغت بهم الأهواء ومن ضلت بهم البدع ومن انزلقت أقدامهم في مهاوي الابتداع عن السنن، فإنه لا يدخل أحد الجنة إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قرر أهل العلم أن العبادة لها ركنان لا تقبل إلا بهما: أولهما الإخلاص لوجه الله الكريم، فالرياء وإشراك مع الله عز وجل في العمل يعود به صاحبه خيبة وخسارة. والركن الثاني الاتباع للسنة، والمقصود بها أن تكون العبادة واقعة موقع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الصفة والهيئة والكيفية، وكل عبادة لا تلتزم السنة فإنما هي على إحداث وابتداع، وصاحبها أيضا مردود عليه عمله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ففي المسند من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره، فالعز لأهل طاعته ومتابعته. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. العزة في كتاب الله أنيطت بأن يكون صاحبها على طريق العبودية لله والاتباع والاقتفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع قول الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذا على سبيل الحصر، فقدم الجار والمجرور أن لله لا لغيره العزة، وعطف على ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم عطف عليهما ثالثا أهل الإيمان قال: وللمؤمنين. فلا عزة إلا في هذا فيما حصر في كلام الله. وقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، فعلى ما يصيب المؤمن وهن
أو حزن وهو في المكان العلي بنص كلام الله، لكنه بالقيد المذكور في الآية إن كنتم مؤمنين. ومثلها الآية الأخرى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تهينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. ليس المؤمن الذي يرضى بالدنية ويتنازل ويقبل الهوان، والله عز وجل قد رفع شأنه وجعل له العزة وأعلاه على سائر أطياف بني البشر، وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هذا يؤكد لك أن العزة التي ينشودها أهل الإيمان إنما تكون في طاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عزة إلا في ذلك. فإذا تنكب العباد هذا الطريق فقد خلعوا بأيديهم رداء العزة اختيارا من أنفسهم. ومن خلع رداء العزة فعليه أن يقبل بالذل والهوان والصغار لا محالة. فإما عزة يرتديها أهل الإسلام بطاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما الأخرى عياذا بالله تنكب الطريق وتعدي حدود الله ومخالفة أمره والبعد عن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد سمعتم في الحديث الذي روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. هذه الذلة والصغار فرض على كل من تنكب طريق السنن. فيا أمة الإسلام، لندرك أنه بمخالفة السنن والابتعاد عنها مع ما فيه من الحرمان من الأجر والبعد عن التوفيق والخيبة التي تقع فيها الأمة والوحل الذي تغرق فيه، فإنها تقود نفسها إلى حتفها بأيديها وتمشي في طريق الهلاك والردى. يقول: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فلا عزة والله ولا قيام لأمة الإسلام ولا ارتفاع لشأنها ولا مخرج لها من مسارب الذل والهوان ومسالك التيه الذي هي فيه إلا بأن تعود، بأن تتمسك بالسنن فإنها مخرج نجاة، وأن تعود إلى اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنها طريق الفلاح والعز والسؤدد في الدنيا وفي الآخرة. وهذا منطوق الآيات الكريمة: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إن كنتم تعلمون. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهنا تقديران: أحدهما أن تكون الواو عاطفة لمن على الكاف المجرورة، ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار، وشواهده كثيرة وشبه المنع منه واهية. قول الله عز وجل في سورة الأنفال خطابا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي حسبك الله. ما معنى حسبك الله؟ الله كافيك، يكفيه بماذا؟ بمعيته ونصره وتأييده ورزقه وكل شيء يراد في الدنيا وفي الآخرة فتبتغى فيه الكفاية من الله وحده. حسبك الله ومن اتبعك، أي يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك أيضا من المؤمنين. يريد المصنف رحمه الله أن يقول: يا أمة الإسلام، إن أردتم النصر والعز والتأييد والكفاية وأن يكون الله عز وجل حسبكم في هذه الحياة فإنها في الآية ومن اتبعك، والخطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فدلت الآية على أن الله إنما يكون حسيبا لمن؟ لمن اتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي حسبك الله، وهذا الشرف له عليه الصلاة والسلام، وتخصيصه من بين الأمة بإفراده بالذكر عنها لجلالة قدره عليه الصلاة والسلام، ولأنه نبي الأمة وإمامها وقائدها صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها النبي حسبك الله، هذه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن اتبعك هذه لي ولك ولكل مسلم بشرط أن ينطبق عليه الوصف ومن اتبعك من المؤمنين. فالله حسبك يا رسول الله، وهو حسب من اتبعك أيضا. فأما من لم يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام
وخالف سنته وفارق هديه وابتعد عن المسير خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه قد حرم نفسه بنفسه وخرج من الآية من تلقاء ذاته، لأن الآية تقول حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. ثم يستطرد المصنف رحمه الله في فوائد تتعلق بتفسير الآية ومعناها، حسبك الله وحسب من اتبعك، فتكون الواو هنا واو عطف، والاسم الموصول الواقع بعدها من اتبعك يراد به عطف على كاف الضمير في قوله حسبك، يعني يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك، فتكون من هنا في محل جر، لأن الكاف كاف الضمير في قوله حسبك مجرورة بالإضافة، فتقال في إعرابها من اسم مبني على السكون في محل جر عطفا على الكاف في قوله حسبك. قال المصنف رحمه الله ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار، يعني لا حاجة أن يقول حسبك الله وحسب من اتبعك، لأن بعض مذاهب أهل النحو ترفض هذا العطف أن لا يعطف الاسم على الضمير إلا إذا أعيد العامل. قال رحمه الله وشواهده كثيرة وشبه المنع منه واهية، ولأنه أشار إلى الخلاف النحوي في المسألة قال على المذهب المختار، فإن النحاة في مسألة العطف على الضمير المجرور على ثلاثة مذاهب، أولها مذهب جمهور البصريين من النحاة أنه يجب إعادة الجار، يعني لا يجوز العطف هكذا، بل يشترط أن يعاد حرف الجر أو المضاف الذي تحصل به الإضافة، فعلى هذا ينبغي أن يكون لو كان في غير الآية الكريمة لا يصح اعتباره مجرورا إلا إذا قلت حسبك الله وحسب من اتبعك، وإلا فابحث عن إعراب سوى هذا. هذا مذهب جمهور البصريين أنه يجب إعادة الجار ولا يجوز عطف الضمير هكذا. والثاني من المذاهب مذهب الكوفيين من النحاة وتابعهم بعض نحاة البصرة، يجوز ذلك مطلقا، فقوله حسبك الله ومن اتبعك هو الذي أشار إليه المصنف بقوله على المذهب المختار. أما المذهب الثالث بالتفصيل أنه إن أكد الضمير جاز العطف من غير إعادة الخافض، نحو قولك مررت بك أنت وزيد، وإلا فلا يجوز إلا للضرورة. الكوفيون الذين جوزوا ذلك وقال المصنف على المذهب المختار استدلوا بجملة مما وقع في النصوص الشرعية في جواز العطف على الضمير المجرور، في مثل قوله تعالى في سورة النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على قراءة حمزة رحمه الله، فإنه قرأ والأرحام عطفا على الضمير في قوله به، واتقوا الله الذي تساءلون به أي وبالأرحام، فالقراءة ها هنا عطف فيها الاسم وهو الأرحام على الضمير في قوله به، وهي قراءة الإمام حمزة من القراءات السبع المتواترة. ولذلك في الآية وإعرابها جدل كثير بين النحاة بناء على الخلاف في هذه المسألة، ومنه أيضا قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، هنا الضمير الذي ربط بحرف الجر فيهن وهو نون النسوة، قال وما يتلى عليكم أي يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم، وقوله ما هو العطف الذي وقع به الخفض على الضمير في قوله تعالى فيهن، ومنه قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة أيضا، فقوله المقيمين في أحد أوجه الإعراب في موضع خفض بالعطف على الكاف في قوله إليك، ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا إلى آخر الحديث، فخفض اليهود عطفا على الضمير في قوله إنما مثلكم، وشواهد ذلك كما قال المصنف رحمه الله كثيرة وشبه المنع منه واهية. فإذا قوله في الآية حسبك الله ومن اتبعك أي هو أيضا حسب من اتبعك، ويكون إعرابها كما سمعتم قبل قليل. أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله والثاني أن تكون الواو واو معنى
وتكون من في محل نصب عطفا على الموضع، فإن حسبك في معنى كافيك، أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك، كما تقول العرب حسبك وزيدا درهم. قال الشاعر: إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا، فحسبك والضحاك سيف مهند. وهذا أصح التقديرين. هذا التقدير الثاني في إعراب الآية، قال أن تكون الواو واو المعية، وواو المعية تجعل ما بعدها منصوبا على المفعول معه. فمعنى الآية: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، أي مع من اتبعك. وعادة يعرب ما بعد واو المعية منصوبا لأنه أحد المفعولات التي تنصب. قال: في محل نصب عطفا على الموضع، فإن حسبك بمعنى كافيك، أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك. قال: وهذا أيضا يقع له شواهد كمثلهم في كلام العرب: حسبك وزيدا درهم. فما الذي نصب زيدا؟ قال: لأنه معطوف على المعية، أي حسبك ومعك زيد درهم واحد، يعني يكفيكم. ومنه قول الشاعر: إذا كانت الهيجاء، يعني الحرب والأمر والشديد والبأس، إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا، فحسبك والضحاك، الضحاك اسم رجل، حسبك وإياه سيف مهند، يعني سيف حسامي قتال يكون كافي لك وللضحاك، فجعله منصوبا. قال المصنف: هذا أصح التقديرين. فإما أن تجعل قوله ومن اتبعك واو عطف، ويكون ما بعدها مجرورا بالعطف في موضع الخفض، أو تكون الواو للمعية وما بعدها في محل نصب مفعول معه. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيها تقدير ثالث، أن تكون من في موضع رفع بالابتداء، أي ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله. هذا التقدير الثالث: يا أيها النبي حسبك الله، فيكون المعنى هنا تاما، انتهى جملة يعني لفظا وإعرابا. ثم يكون بعدها قوله ومن اتبعك، الواو ابتدائية وليست عاطفة ولا واو معية، فيكون من هنا في محل رفع على الابتداء، فأين الخبر؟ سيكون محذوفا يحتاج إلى تقدير. ومن اتبعك من المؤمنين، ما بهم؟ أي فالله أيضا حاسبهم وكافيهم سبحانه وتعالى. قال: هذا أيضا تقدير ثالث. فاجتمع لك في الإعراب في قوله ومن اتبعك ثلاثة أوجه: النصب والخفض والرفع. والذي صححه المصنف رحمه الله واختاره النصب على أنه مفعول معه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وفيها تقدير الرابع، وهو خطأ من جهة المعنى، وهو أن تكون من في موضع رفع عطفا على اسم الله، ويكون المعنى حسبك الله وأتباعك. هذا التقدير الرابع الذي سيفنده المصنف رحمه الله ويبين وجه الخطأ منقول عن بعض أهل العلم. قالوا: يا أيها النبي، قالوا إن الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، فيكون من اتبعك عطفا على لفظ الجلالة، أي يا رسول الله حسبك الله وحسبك أتباعك من أهل الإيمان. لماذا قال هو خطأ محض؟ قال: لأنه لا حسيب إلا الله، ولا تبتغى الكفاية إلا من الله. وإن قاله بعض أهل العلم على أن الحسب هنا بمعنى النصر والتأييد، فالله عز وجل أيده بأهل الإيمان ونصره بهم سبحانه وتعالى، فيكون حسبك الله على معنى الحقيقة، ومن اتبعك أيضا حسبك يا رسول الله على معنى المجاز، بأن يكون سببا تتحقق بهم النصرة. ومع ذلك قال المصنف: وهو خطأ من جهة المعنى. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ومن ظن أن معنى الآية حسبك الله والمؤمنون فقد غلط غلطا عظيما من وجوه كثيرة. وذكر رحمه الله في غير موضع الرد على مثل هذا الوجه. وإن كان هذا القول قال به بعض الأئمة الكبار كمجاهد من المفسرين، والكسائي من النحويين والقراء، لكنه وجه ضعفوه لما سمعت وما سيذكره المصنف بعد قليل. وفيها تقدير الرابع، وهو خطأ من جهة المعنى، وهو أن تكون من في موضع رفع عطفا على اسم الله، ويكون المعنى حسبك الله وأتباعك. وهذا وإن قاله بعض الناس فهو خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده
كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده. نعم، هذا واضح. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله فقط، وما قال والمؤمن، قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فجعل التأييد بنصره سبحانه مع التأييد بالعباد. نعم، التأييد يكون منه سبحانه حقيقة وأصلا، ويكون من عباده وأهل الإيمان والنصرة بأمر الله سبحانه وتعالى سببا، لكن الحسب جعله لنفسه وحده فقط سبحانه وتعالى. قال فإن حسبك الله، ويريد المصنف رحمه الله أن يستدل على أن الحسب ما وقع في القرآن إلا منسوبا إلى الله وحده سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأثنى سبحانه على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك، فكيف يقول لرسوله الله وأتباعك حسبك، وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه، فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله؟ هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل. في غزوة حمراء الأسد، لما حمى الله ونصر أهل الإسلام بعدما حصل من المخالفة، وقد رجع كفار قريش عن أحد بعد الغزوة، ورجع المسلمون ومن معهم من أهل الإيمان، وأمامهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد دفنوا في ساحة أحد 70 شهيدا، فرجعوا مثخنين بالقتل والجراح وما حل بهم من الابتلاء الذي أراده الله عز وجل لحكمة يعلمها. فما أن بلغوا المدينة حتى جاء الأمر الإلهي بالتوجه إلى حمراء الأسد، حيث همت قريش بالعودة، وهناك استنفر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالعودة إلى غزوة حمراء الأسد، وفيه نزلت أواخر سورة آل عمران في قوله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، إلى قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فانطلقوا رضي الله عنهم ممتثلين أمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى حمراء الأسد، فكفاهم الله عز وجل القتال. قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم، فامتثلوا الأمر وحصلوا على الأجر وحماهم الله عز وجل. الشاهد في هذا السياق أن الله لما أثنى عليهم قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يعني قريش، وأرادت العودة للقتال بما يخشى منه الفتك بهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله فقط ونعم الوكيل. يقول: إذا كان هذا ثناء الله على الصحابة بما ألهمهم من هذه العبارة العظيمة في التوكل على الله وتفويض الأمر إليه وتعليق القلوب به واستنزال النصر من لدنه سبحانه، إذا كان هذا من عند الله ثناء على الصحابة، أفتظن أن هؤلاء وهم دون رسول الله عليه الصلاة والسلام بلا شك يبلغون تلك المرتبة، ثم يقول الله لنبيه: يا أيها النبي حسبك الله وأتباعك؟ أتباعه أفردوا الله بقولهم حسبنا الله. قال رحمه الله: أتباعه أفردوا الرب بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه، فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله؟ قال: هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل، كما قال رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونظير هذا قوله سبحانه: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله،
بل جعله خالص حقه كما قال: إنا إلى الله راغبون، ولم يقل وإلى رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والتحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. إذن هو تأكيد على أن جعل العبد ربه سبحانه وتعالى حسيبا هو من أجل أعمال القلوب التي لا ينبغي أن تكون إلا لله، كالتوكل والاستعانة. فلا يقول عبد: أنا أتوكل على الله وعلى غيره، ولا وجه لتخريج ذلك ولا مجازا. فلا تقول: أنا أتوكل على الله حقيقة وأتوكل على غيره سببا أو مجازا، ما يقال هذا. التوكل على الله فقط، وأما الأخذ بالأسباب فهو أخذ لا توكل، هو أخذ بالأسباب وسعي بها، وليس توكلا بمعنى انعقاد القلب عليها ثقة وركونا ويقينا. هذا الفرق. قال: فكذلك الحسب لا يكون إلا من الله. فإذن هي من جملة أعمال القلوب كالتوكل والرغبة والإنابة التي لا تكون إلا لله. يؤكد المصنف رحمه الله أن التأويل في الآية الكريمة على وجه ممن قال به، وإن كانوا من أجلة العلماء كمجاهد والكسائي والفراء رحم الله الجميع، إلا أنه مرجوح بما ذكر رحمه الله من المعاني ومن وجوه الاستدلال. وأنتم تلاحظون في مثل هذا الموضع وفقكم الله منهجية علمية اتسم بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله أيضا، وهي الاستطراد في بعض المواضع العلمية وإن كانت خارج السياق فيما هو بصدد الحديث عنه، من باب إتمام الفائدة وتقريرها، ولو استغرق ذلك أحيانا صفحات حتى يظن من لا عهد له بطريقتهم أنه خروج عن صلب الموضوع، لكنها منهجية مبثوثة كثيرا في كتب هؤلاء الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى. وهو إن كان من جهة تحرير للمسألة وإثراء لها بالفوائد وإفادة لطالب العلم وقارئ الكتاب، فإنها من جهة أخرى دلالة على سعة العلم وغزارة بحره عندهم رحمهم الله. فإن أحدهم إذا تناول قضية أشبعها بحثا، وإذا أتى إلى مسألة استغرق في الإلمام بها والإحاطة بها من كافة جوانبها. ولهذا فإن من يقرأ كتب هؤلاء الآئمة ويتتلمذ على التعلم بما فيها يرث مع الأيام ويكتسب قدرا عظيما من الفهم والتحصيل والتأصيل العلمي المنهجي المتين. فرحمهم الله ورحم سائر علماء الإسلامين، وجزاهم خير ما جزى أهل العلم عن أمة الإسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونظير هذا قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، والحسب هو الكافي. فأخبر سبحانه أنه وحده كاف عبده، فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكرها هنا. والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. هذا كلام مهم يا أمة الإسلام. الآن تقرر معنا أن من ابتغى العزة فلا يجدها إلا في طاعة الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرت بك الشواهد: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقوله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. هذا كلام مهم. إذا فهمت هذا رعاك الله، فافهم أنه كلما ازداد العبد ثباتا على الطاعة وتمسكا بالسنة ازداد عزا، ولا بد عزا في الدنيا وفي الآخرة. وكلما ابتعد خسر من ذلك العز بقدر ما يبتعد. وستكون العزة المكتوبة للعبد في نفسه وللأمة في مجموع أفرادها بحسب اتباعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما توفر في الأمة من شروط تحقيق هذا العز نالت من العز،
تحقيقا لوعد الله. ولذلك فقد كانت عصور صدر الإسلام بدءا بالخلافة الراشدة فمات لها كانت من أزهى عصور الإسلام عزة، مع أنها ربما كانت من أقل عصور الإسلام امتلاكا لأسباب القوة المادية المحسوسة، لكنها العزة التي كتبها الله فأورثها الهيبة وقذف في قلوب أعدائها الرعب. فالعزة إنما تنال بهذا تحقيقا لوعد الله. قال: والمقصود أنه بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أنه بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. من أراد الاستكثار من هذه المعاني، من هذه الأبواب من الخير، فلاح وهداية ونجاة وعزة وكفاية ونصرة، من أراد الاستزادة فليستزد من تمسكه بطاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لا يقال تجربة واختبارا، بل يقال تحقيقا وتقريرا لما نطقت به النصوص وشهدت به الأدلة وعاشته الأمة أيضا في تاريخها القريب والبعيد. لا عزة للإسلام إلا في الطريق الذي جعله الله عز وجل سلما للعزة ترتقي به. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. لا يرفع في الأمة رأس ولا يكتب لها شأن ولا يحفظ لها بين الأمم مقام ولا ترث الهيبة ولن تبلغ الريادة ما لم تعرف هذا المنطلق وتعود إليه وتتمسك به، ثم تبني حضارتها وشأنها كله على هذا المنطلق. ولا يعني هذا عدم الأخذ بأسباب القوة والنصر والتمكين والمنافسة ومزاحمة الأمم في أسباب الحضارة والتمكن والقوة، بلى، هذا مطلوب وهو من جزء مما دلت عليه السنة والكتاب في التمسك بأسباب القوة والأخذ بها. لكن المقصود أنه عندما تتنكب الأمة هذا الطريق وتبتعد عن سنة وهدي رسولها وإمامها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإنها لن تجني سوى الذلة والصغار كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال: والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله تعالى علق سعادة الدارين بمتابعته وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. وقد أقسم صلى الله عليه وسلم بأنه لا يؤمن أحد حتى يكون هو أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. نعم، كما في حديث الصحيحين أخرجه البخاري عن عمر ومسلم عن أنس رضي الله عنهم جميعا، قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا قسم وتأكيد على معنى عظيم، أن الإيمان لا يتحقق إلا بارتقاء معنى المحبة التامة المقدمة في القلب على حب كل محبوب ولد ووالد والناس أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. وأقسم الله سبحانه بأنه لا يؤمن من لم يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره، ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به، ثم يسلم له تسليما وينقاد انقيادا. يشير إلى الآية الكريمة في سورة النساء: فلا وربك، قسم، أقسم الله سبحانه وتعالى بذاته العلية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ليس فقط مجرد التحكيم، لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليس يكفي مجرد التحاكم والأخذ بما دلت عليه الشريعة، لا، يعني ربما تحاكم عبد إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثل الحكم، لكن يبقى في نفسه ضيق وحرج وغضاضة وشيء من التذمر والسخط، هذا لا يحقق المراد،
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني تمام الرضا وانتزاع كل شائبة من النفس يكون فيها أدنى قدر من الاعتراض والتذمر والتسخط، ولا يكفي ذلك بل قال ويسلموا تسليما. الإسلام استسلام وانقياد تام، ويسلم تسليما بكل ما في معنى الآية الكريمة من التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. هكذا ضبط المصنف رحمه الله الآية الكريمة أن تكون بالتأنيث، وهي أيضا قراءة صحيحة قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو من بين القراء السبعة. وإنما كتب المصنف رحمه الله الآية بالتأنيث أن تكون لهم الخيرة من أمرهم على قراءة الإمام أبي عمرو البصري التي كانت سائدة في ديار الشام مدة من الزمان قبل أن تنتشر رواية حفص في عموم بلاد الإسلام. فربما وجدت في كلام الأئمة وكتبهم وتآليفهم كثيرا من مواضع الآيات بقراءة الإمام أبي عمرو في تلك الحقبة من الزمان. نعم. فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله، فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وسلم، بل إذا أمر فأمره حتم، وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره، وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته، فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع. نعم، شتان بين التحاكم والنظر والوقوف أمام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه، وبين الوقوف أمام قول أي قائل في الأمة من بعده، أي عالم، أئمة الإسلام وعلماؤه العظام، حتى الصحابة الكرام رضي الله عنهم فيما هي من مسائل الحكم والاجتهاد مما لا يأخذ حكم التوقيف، إنما هو كما قال المصنف يكون سائغ الاتباع لا واجب الاتباع. يعني قول ابن مسعود وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، فضلا عن أن يكون قول من جاء من بعدهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع، كل أولئك ليسوا في الأمة في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما بلغوا من التعظيم والاحترام والإجلال والتقدير واتباع الأمة لهم، لكنه اتباع سائغ لا واجب. أما اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتباع واجب يلزم العباد ويأثمون بمخالفته. قال رحمه الله وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره بهذا القيد، قال وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته، فيكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع. نعم. فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه، بل غايته أنه يسوغ له اتباعه، ولو ترك الأخذ بقوله لم يكن عاصيا لله ورسوله. فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه ويحرم عليهم مخالفته ويجب عليهم ترك كل قول لقوله؟ فلا حكم لأحد معه ولا قول لأحد معه، كما لا تشريع لأحد معه. وهذا الأصل العظيم الذي وجدناه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون أو أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. لا خيار لك عبد الله، إذا أمرك الله وأمرك رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا محل لأن تختار، ليس أمامك إلا شيء واحد، أن تؤمن وتقبل وترضى وتعمل. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا جاء أيضا في سورة النور إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أيضا لا خيار، هو السمع والطاعة لا غير، هو الامتثال،
بل جاء النهي عن محاولة التقديم لأي شيء أمام أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا إيش؟ ما ذكر المفعول في الآية؟ لا تقدموا. قال أهل العلم حذف المفعول لقصد العموم، لا تقدموا رأيا ولا حكما ولا عادة ولا أي شيء، لا تقدموا أي شيء بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهذا أيضا جاء التقرير في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما آتاكم الرسول فخذوه بتمامه لا خيار لكم، وما نهاكم عنه فانتهوا. ليس تبعيض للدين فأخذ لبعضه وترك لبعضه، إنما ذاك سبيل من ذم الله في كتابه. ومن ذم الله في كتابه قبلنا اليهود والنصارى، وفي أمتنا أهل النفاق أجاركم الله. أما اليهود والنصارى فكما قال الله تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. تدري لما قال الله عز وجل ذلك عنهم؟ لأنهم قالوا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، فكان الجواب: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وفي أهل النفاق قال الله تعالى أيضا: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فجاء الذم، أي ذم؟ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أرأيت ما الذي يسخط الله؟ أن يكون أخذ الدين بالهوى، ما يوافقنا نأخذه وما لا يوافقنا نرفضه ونتركه ونتعذر بأي عذر وحجة هي واهية. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. وقد كشف القرآن ذلك المسلك الخبيث الذي اتسم به أهل النفاق أجارنا الله. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، وفي قراءة أسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. حذاري يا أمة الإسلام، فكل ما بين يدينا من دين الله وما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لنا أمة الإسلام إلا الاتباع والأخذ به كله دون استثناء، بلا تبعيض ولا اختيار ولا تشهين. قال المصنف رحمه الله: يؤكد هذا المعنى الكبير العظيم، يجب على جميع المكلفين اتباعه ويحرم عليهم مخالفته، ويجب عليهم ترك كل قول لقوله، فلا حكم لأحد معه ولا قول لأحد معه، كما لا تشريع لأحد معه. أمة الإسلام تحتكم إلى ما جاء في كتاب الله وما تقرر في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. على هذا الأصل العظيم تربى أعظم جيل في الأمة، جيل الصحابة، فقد كانوا رضي الله عنهم متمسكين بهذا الأصل في مواقف تضرب لها الأمثال، حفظتها الرواية ونقلتها الدواوين، في موقف يدلك على عظمة ذلك الجيل. والله ما بلغوا العظمة في الأمة وكانوا خير القرون إلا بهذا المسلك، التعظيم للكتاب والسنة، التمسك بها. ولذلك في حياتهم مواقف تجل عن الحصر، وهي أكثر أيضا من أن تحصر في مقام كهذا. يروي عبد الله بن عمر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وأحد أبنائه جالس في المجلس فيقول: والله لنمنعهن. أراد أنه لا ينبغي أن تكون كلمة المرأة نافذة بلا إذن زوجها، بل الأمر له والمنع له. ثم يلتفت إليه ابن عمر يقول: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول والله لنمنعهن؟ والله لا أجالسك تحت سقف أبدا. قالوا: فهجره حتى عاد فتاب أنام. ويحدث آخر بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف، يعني أن يؤخذ الحصى الصغير فيرمى هكذا، وجاء في بعض الروايات: فإنها تكسر السن وتفقأ العين. فبينما هو جالس في المجلس إذا بأحد أبنائه أخذ حصى فخذف بها عبثا ولهوا أو سهوا، قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعود؟ فزجره وطرده من المجلس. كانوا قوما
أشد ما يعظمون في حياتهم هذا المعنى العظيم، امتثالا لما جاء في كتاب الله وما قررته أيضا سنة رسول الله. نعم، فأين هذا؟ فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه ويحرم عليهم مخالفته ويجب عليهم ترك كل قول لقوله، فلا حكم لأحد معه ولا قول لأحد معه، كما لا تشريع لأحد معه، وكل من سواه فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به ونهى عما نهى عنه، فكان مبلغا محضا ومخبرا لا منشئا ومؤسسا. فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به، فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ، وإن خالفته وجب ردها واطراحها، وإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة، وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه. وأما أن يجب ويتعين فكلا ولما. نعم، كلا، لا تعين للحكم بقول أحد من البشر إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وغاية ما يكون في حق غيره من العلماء والأئمة ومن يرجع إليهم في الأمة من القضاة والحكام والعلماء أن يجوز الحكم والإفتاء ويجوز الترك، أما أن يجب ويتعين فليس ذلك إلا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعد، فإن الله سبحانه هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات، قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم، قال وبعد، يعني بعد تلك المقدمة اللطيفة التي ابتدأناها في مجلس الليلة، ينطلق رحمه الله لبيان حق الله في التفضيل بين خلقه والاختيار، وهو ما سنشرع فيه ليلة المجلس المقبل بعون الله تعالى وتوفيقه، سائرين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. ولكم في بقية ليلتكم أيها الكرام مستمتع بالإكثار من ذكر الله والتقلب في نعيم توحيده وإجلاله وتعظيمه، فإنها مكنز الحسنات ومنجم الخيرات والبركات، وما فتح الله لعبد باب ذكره واشتغل به إلا أورثه فضلا عظيما وخيرا كبيرا. وما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة كهذه فإنها الخير العظيم والغيث العميم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا لا يذكرون محمدا في سيرة إلا تعطر من شذاه المجلس، صلوا عليه وآله وصحابه ليفوح ريحان وينبت نرجس. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله أفضل صلاة وأزكى سلام يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك يا رب علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا يا حي يا قيوم. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.